الحديث عن مآلات النظام العلماني، يعني فين غادي يوصل هذا الأمر؟ هو قضية المنظومة العلمانية الكثير من الناس يفكر فيها في معزل عن السياق والمآل، فكيشوفها فقط كحل متوهم، في حين ملي كنشوفوا يعني إلى ماذا آلت إليه يعني الدول التي طبقت العلمانية يعني بالأركان ديالها واللوازم ديالها إلى غير ذلك، كنلقاو أنه الدين يمحى من الحياة العامة، يمحى من الدين من الحياة العامة، وأكثر من ذلك يعني كيبدا كيتكلم في الدين أي شخص، صحيح. كتجعل واحد النوع من التسوية بين الناس بدون أخذ بعين الاعتبار الكفاءات، نعم. كذلك تؤول إلى جعل يعني العلاقات اللي هي محرمة دينيا يعني ممكنة، لماذا؟ عادية لأن الساحة العمومية لا دخل للدين فيها. فيها، نعم والساحة العمومية تمارس فيها تلك العلاقات نعم يعني صحيح. أو تنشأ فيها، وبالتالي أزعم أن التطرفات الدينية سببها العلمانية، نعم يعني الانحرافات اللي كنلقاو في كثير من المجتمعات بعض المجموعات إلى غير ذلك نعم سببها أن العنصر الديني تم تهميشه في الحياة العمومية. نعم هذا ما فيش تبرير لهذاك النظام، طبعا 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 ما فيش طبعا تبرير لهذاك الفكر، ولكن يعني محاولة كنتكلموا عن فهم، نعم محاولة فهم. آه، مسألة مهمة جدا يجب الرجوع إليها، هو أن ملي كنتحدثوا في العلمانية كان فتحوا الساحة العمومية لأي انحراف نعم سواء وافق الدين أم خالفه. لماذا؟ لأن الدولة محايدة، نعم وبالتالي أي انحراف سلوكي أو فطري أو ثقافي يجد يعني مكان للتعبير في الساحة العلمانية. لماذا؟ لأنه الدين يبقى في المنزل. نعم مجرد ما تتكلم في الدين يتم إخصاؤك، فعلا يعني لأن كان وصل واحد نوع من التنميط الثقافي، نعم كل كانت كتولي واحد ثقافة يعني موحدة اللي كتعتبر الدين مسألة شخصية، وكنشوفوا أن هذا كذلك ناتج على ذاك التصور الكنسي للدين، حيث يعني كيشوفوا ملي حكمت الكنيسة ساد التخلف والظلام، إذن في المقابل راح حنا كذلك. كذلك وقع عندنا نعم التخلف والظلام، في نعم حين ملي كنرجعوا للتاريخ كنشوفوا لما ساد الإسلام ساد يعني التسامح، ساد انتشر العدل، التقدم، انتشر العدل إلى غير ذلك، صحيح مع بعض الإشكاليات التي وقعت من الناحية السياسية بين طبيعي الفئة يعني. والأخرى، يعني لكن أمر طبيعي. كنهضروا على السياق العام خصوصا في البداية. نعم فهنا عندنا إشكالية ديال واش فعلا حنا نقدر نساق لهذه المنظومة العلمانية. دكتور، بالنسبة عندما ننظر إلى المآلات الآن ونتأملها، لابد المسلم يضع سؤال، يعني سؤال عريض، شنو هو، مش غادي نقول البديل، ولكن ما الذي ينبغي أن يكون على أرض الواقع في نظر الإسلام؟ يعني احنا تنقولوا، ملي كنقولوا في نظر الإسلام ما كنقولوش في نظر فلان المسلم العالم، او في نظر فلان، او في نظر المذهب الفلاني او الطائفه الفلانيه، لا، ملي كنقولوا في نظر الاسلام كنقولوا في نظر كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه اولي العرفان، ما نصبك للعلم سفاهه بين راي فقيه وقول فلاني. حنا ملي كنهضروا على هذه المسائل هذه راه كنجيبوا داك الشيء اللي كاين في كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. شنو هو يعني اللي خاصو يكون على أرض الواقع في نظر الإسلام؟ هو طبعا في نظر الإسلام، وهنا كنشوفوا تعارض يعني جذري بين العلمانية والإسلام، حيث يعني الإسلام سبحان الله العظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ترك هذا المجال فارغا، المجال المجتمعي، نعم. لأن المجال المجتمعي ما هو إلا تعبير عن الرغبات الفردية، ما هو إلا مجموعة الأفراد، نعم. فالله سبحانه وتعالى دل على في آيات كثيرة، مثلا
وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، نعم، ولا تتبع أهواءهم، أو إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. بل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. نعم. فاتبعها. نعم. فهذه الآيات هذه، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان نعم. كان يعني كان إذا بلغته الحدود أقامها. صحيح. كان يعني المسائل المجتمعية كما ذكر القرافي في فروق الإمام المالكي، بين تصرفاته كإمام وكقاض وك إلى غير ذلك، فكانت له الأدوار المختلفة. كان يعني ماشي الدور فقط هو الدور الديني الأخلاقي، ماشي دور روحي كما فقط. يريد يريدون أن يصوروا أبداً الناس أبداً. وحتى في حقبة الخلفاء الراشدين كان الإمام عالم. نعم. والعالم إمام. نعم صحيح. فملي كنشوفوا هذه الآيات كلها كنشوفوا أن ما يمكنش لا إسلام بدون إسلام في الساحة المجتمعية. وهذا الشيء هذا دكتور سيقى حتى مع التاريخ، مثلا تاريخ الدول التي حكمت المغرب، مثلا الدول المغربية، الدول العلوية، الدول الحاكم يعني كي كتكون كيمثل الصفة. نعم صفات يعني الصفة في الدين، صفة في الجانب العسكري، صفة في هكذا. فعلا فعلا، بل يعني حتى الشرعية ديالو مستمدة من ذلك، ولذلك كان يعني يوسف بن تاشفين كان سمى نفسه بأمير المسلمين. نعم. حتى لا يضاهي يعني أمير المؤمنين الموجود في، نعم، في بغداد، الدولة العباسية. وإن كانت يعني في ذاك الوقتين الدولة العباسية بدأت في الأفول ديالها، صحيح، الضعف، صحيح، إلى غير ذلك. فهذه المسائل هذه كتبين لنا أنه يعني لا يمكن أن نفكر في شيء يعني اسمه الإسلام، في دين اسمه الإسلام، دون أن نفكر في التواجد في الساحة العمومية، وبالتالي يعني كاين اصطدام بين العلمانية والإسلام، حيث ما يمكنش اصطدام فكري، ما كنهضروش حنا على الواقع والناس وكذا، كنهضروا دائما في الجانب الفكري. نعم. الجانب من ناحية المفهوم. المفهوم يعني مسائل اللي ما يمكنش حنا نتخلاو عليها. طبعا. كون الإسلام، حنا ملي كنتكلموا على الجانب الفكري ما كنتكلموش على الجانب، حيت كاين فرق دابا، كاين اللي كيفهم أنك حنا لما نتحدث الآن سواء أنا وأنت ولا الدعاة، يعني على المنابر وغيرها والذين يؤلفون، يتكلموا على هذه القضايا وكأنهم غدا سوف ينزلونها على أرض الواقع. وأن يحكموا قضية فكر كان شيء، نحن نتحدث على ما ينبغي أن يكون، نحن نسبح في فلك الأفكار. تمام. لماذا؟ لأن كما ذكرنا في الحلقة من قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا أمر السلطان. نعم. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا نعم. منوط بأهل العلم والدعاة. صحيح. وإن لم يستطع فبقلبه. نعم، هذا ضعف الإيمان. نعم، بارك الله فيك. يعني الآن وصلنا إلى نقطة يعني فاصلة، هي قضية الفرق في الجوهر يعني في مع النظام الشرعي. فعلا العلمانية هي نظام غير إسلامي، بمعنى الإسلام في واد والعلمانية في واد. بلا ما يجي شي واحد يقول لي راه ما كاينش مشكل، راه لان ما يمكنش تقول انا كافر مسلم مثلا. دابا الان انا ما تقدرش تقول انا نصراني مسلم. اي تماما. انا لما اسال دائما اما انطلاقا مما اعتقده انا او مما يقوله كثير من الناس الذين ربما تاثروا بالفكر المخالف، كيقول لك راه ما كاينش مشكل، يظن فين كاين الاشكال اصلا، سطحيا، واش فهمتي، سطحيا الى استيعاب من بعيد وما نعم. كنتيش فاهم الاسلام، يا اما انه ما فاهمش العلمانيه، يا اما انه ما فاهمش الاسلام. واللي كنقول هو ان اللي كيفهم الاسلام خصو يفهم شنو هو الكفر كذلك. نعم. بمعنى خصو يكون عارف نواقض الاسلام. صحيح. ما يمكنش تجي تقول لي انا الله سبحانه وتعالى قال وان يحكم بينهم بما انزل الله، ولكن نعم. انا ساحكم بغير ما انزل الله. نعم. واعتبر ذلك جائز. نعم. بل من المباحات، يعتقده الانسان، يعتقده الانسان ان الحكم بغير ما انزل الله عادي، ما فيش اشكال. نعم. فهذه نواقض الاسلام. نعم. هذه مشكله يعني، هذه لا يمكن للمسلم انه يعتقد هذه المساله. وبالتالي في المنظومه العلمانيه مثلا
ممكن انك تشرعن لي شيء حرام، مثلا ممكن تشرعن لي الربا، او ممكن تشرعن لي الزنا، ممكن نعم. تشرعن لي السحر، ممكن تشرعن لي وهذا الميسر. هو الواقع دكتور. طب يعني المنظومه العلمانيه كتقول لك الدوله محايده، بالتالي الاغلبيه او النظام الحاكم، لان نعم. العلمانيه ماشي دائما ديمقراطيه، ماشي هي دائما، احيانا النظام الحاكم احيانا كيجيب شي حاجه اي ممكن وكتولي يكون هي المعمول نظام بها. مستبد علماني نعم. كما كان واحد الوقت في تونس. نعم. فممكن انك تجي وتقول طيب الان سنمرر يعني قانون فيه جواز مثلا السحر، او جواز نوع من انواع يعني المحرمات، فنعتبره في دولتنا مباحا. هذا يعني تحليل الحرام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال له نعم. الصحابي يعني هذا يعبدونهم من هذا هو قال له هل كانوا ان احلوا لهم حراما حللوه؟ نعم احلوه؟ قال نعم. صحيح. ان حرموا حلال الحرام، يعني نعم. تغيير الشريعه بالكليه، تغيير الشريعه هذه من نواقض الاسلام. صحيح. بالتالي العلمانيه كتعطيك المجال انك تغير دير هادشي هذا، تشرع المحرمات. الاسلام صحيح. ما كيعطيكش هذا الاطار. نعم. وبالتالي نعم. لا يمكن تشريع الحرام في الاسلام. نعم. مساله اخرى في الاسلام، كثير من الاركان هي مجتمعيه، وغتبقى لنا القضيه ديال كذلك المجال ديال القاضي. نعم. فكثير من الاركان في الاسلام هي مجتمعيه. صحيح. الزكاه. نعم. واش الزكاه عمل يعني غنديرو في الدار؟ لا، هو الاصل في الزكاه هو عمل مؤسساتي ككل. نعم. المؤسسه التي تمثل صحيح. المجتمع تاخذ الزكاه لتردها من الغني الى الفقير. الى الفقير. نعم. فالزكاه يعني ركن مجتمعي. كذلك يعني عندنا كثير من الممارسات في الاسلام اللي هي مجتمعيه، مثلا تحريم الربا. نعم. مجتمعي. الربا معاملات. نعم صحيح. تحريم الغش والغرر والميسر معاملات. من المعاملات. نعم. فالحكم بما انزل الله، هذه من قضيه القضاء. نعم صحيح. ففي المنظومه العلمانيه الى جيتي عند القاضي وكنت في دوله يعني تبيح يعني مثلا الميسر، وانت درتي واحد العقد ميسر مع شخص اخر، وذاك العقد فيه بنود، وواحد من الاطراف ما احترمش ذاك العقد، فالقاضي سيلزمه بذاك البند. صحيح. لماذا؟ يقول له ما احترمتيش العقد، والعقد خصو يتحترم، وغيلزمه وغيتم العقد وغيدوز بسلام. نعم. في دولة مسلمة ذاك العقد سيبطل. نعم. سيبطل من أصله، لأن العقد باطل. طح. فهمتي؟ نعم. ولذلك فهاد المسألة هذه، الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع غير ما أنزل الله، كتجعل أنه الذي يقول العلمانية والإسلام ممكن يتفق، أو أكثر من هذا الشيء كاين اللي كيقول لك الإسلام علماني. نعم صحيح. الإسلام علماني. وهذا الشيء بدا من وقت الافكار التي نشرها يعني علي عبد الرازق. هما باش يوصلوا هذا الشيء هذا كونوا بعض المفكرين اللي تيالفوا يتكلمون بالاسلام. وكثير منهم يعني لا زال حيا، وبعضهم توفى والله. ف ينفق من وقته ومن مؤلفاته ويتقاضى على ذلك اموال باش شرعا لقضية كون العلمانية ما عندهاش يعني تناقض مع الإسلام، أن تكون مسلم ما كاينش إشكال، مارس العبادة ديالك ما كاينش شي واحد غيمنعك. أون بخيفي في الدار. ولكن ما خليك في بيتك. صلي يا سيدي، قوم الليل، صوم، ما كاينش مشكل. مجال العقود والمعاملات والاقتصاد. لا ما عنده علاقة بالإرث والأسرة. وعلاش كيقولوا دكتور ما عنده علاقة؟ لأنهم كيقول لك كيفاش الإسلام يعني نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1400 واكثر سنه، وحنا في 2021، كيفاش هذاك النظام غيبقى جاي 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 الى يومنا هذا ويبقى حاكم؟ يعني امور اكل عليها الدار وشرب. المنطق راه عنده 2500 عام، مازالين خدامين به. الى حيدنا غنحيدوا العلم. اذا التاريخ والتقادم لا يلغي الحقائق. الله يجازيك بخير. ممتاز ممتاز. اذا هذا هو، فإلى جينا تاملنا كنلقاو انه حتى هذه المسائل هذه اقدم مما جاء في يعني في 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 كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم.